النهارده هنعمل اول حاجه الرنجه بالمكرونه زي ما السيد المخرج قال لي. المهم قدرنا مع حضراتكم عندي رنجه هشويها على النار او اقطعها وات ايفر زي ما انتم عايزين. عندي مكرونه مسلوقه وزيت زيتون فلفل الوان وفلفل حار بصل ثوم شبت وكزبره وكرات وطماطم متقشره ومتقطعه فلفل اسود وكمون وعصير ليمون. يلا بينا نشتغل ونشوف هنعمل ايه. هي كلها حاجات بسيطه جدا بس احنا عايزين ايه نعمل حاجات كده حلوه. انا باجي على النار كده واحط ايه الرنج كده او علبة جاز براحتك يعني. دي اصلا طريقه للرنجه عشان تخليها طريقه سهله جدا جدا. حتى لو البوتاجاز بتاعك عيون غاز او كهرباء او شوايه او زي ما انت عايزها هي سهل جدا ان هي تنزع القش بتاعها زي ما انت شايف هنا كده. النهارده عندنا مفاجآت حلوه وهنعمل شويه اكلات جميله جدا وهنرجع بقى لزمان وايام زمان ونشوف بقى ايه لما كنا في اليونان بناكل الطرامي ازاي ونعمل ايه وازاي نعملها هنا في مصر وازاي نعمل حاجات حلوه. هنشيل دول كده. شفت فتحت ازاي يا باشا؟ نجيب الطاسه على النار نبدا نخلي الرنج. ده البطروخ بتاعي بحافظ عليه. طبعا الناس بتحبه اهو. نعم حاجزين مصرفين ومكلفين حاجزين الطبق ما شاء الله. انتوا فطرتوا خلاص بقى فطرتوا. وادي البصل والثوم مفروم اهو. دي الرنجة اللي انا خليتها. ده فلفل حار شويه شبت كرات وكرفس وادي شويه فلفل متقطعين ادي كمون حبه فلفل. اوعي تحطي ملح اوعي تحطي ملح. امال ايه؟ مين اللي يدي مين؟ هو البحر بيفضى على الترعه ولا الترعه تفضى على البحر؟ لا ما طرتش. حاضر حاضر ماشي. صلي على النبي.